فهذا هو الاستقبال بالنسبه لمرور الاويل بوان دايركشن من على الاذر دايركشن. فانا لو ماشي هيك حيكون الاويل مسموح، لو انا رقت بهذا الدايركشن حيطلع الاويل. طيب نرجع نكمل السيركت تبعنا. انا عندي البارت الاول طالع منه خطين، انا بدي احاول احفظ مشان اطبقها على الاكشن، لانه مش معيش الهارد، معيش الورقه هارد كوبي. فانا البارت الاول طالع منه تو لاين، اللاين رايح على السلندر اللي قدام، واللاين الثاني فايت على برشر باف. اوكي؟ طيب بدي احاول اعمل هذا الشيء هون، بصغر السيركت شوي. قلنا البارت الاول رايح وين؟ على السلندر صح؟ والثاني رايح على رشر باب، بس بدنا ننيمه على السلندر. اوكي ما هن شوي شوي روتيت 90. قال لك كمان رايح وين؟ على تشيك بار على السلندر صح؟ تشيك بار بس مقلوب تشيك بار. لاحظ انه هون الطاولة اللي تحت مش راس السهم، فأنا لازم أعمل نفس الدايركشن هذا بدأ. أوكي؟ بدي أعمل له ميرور فيرتيكال عشان يصير نفس الرسم. بحطه وين؟ هون صح؟ وأوديه وين؟ كمان شوفي عندي عندي نفسه فايت على البرشر، راجع من هون فايت على البرشر باف، فهاد من هون ما مشكلة. أنا بدي أطلعها شوي مشان أسمع اللاين بار صح ولا لا؟ عشان أتأكد هاي الأول فايت على الكاب إند للسلندر، فايت على البرشر باف على تشيك فار على سلندر، راجع على برشر بارت. البارت الثاني طالع على برود اند للسلندر، فايت على برشر بار على تشيك فار نفس الحكي. فانا بدي اجي من هون فولت وين؟ صح؟ ايوه رسمنا هذا اللاين، بدي اللاين الثاني فايت على البرشر بار، هاي البرشر بار الثاني روتيت 270 يعني ارفع السلندر شوي. من هون بيجي على وهذا وين فايت كثير؟ نحن بنوصل بهذا فايت على الكاب اند هاي السلندر، يعني بده يكون فايت هون. في باب انا هلا مبدئيا هلا طلعت. فايت اول شيء دايركت. هلا في برر معه، يعني كانه جاي الشيك بار برر على هذا الطرف، هلا بدي اسوي تشيك بار، بدي احط تشيك بار بس خليني اكبر. شيك بار وين حطينا الثانية؟ روتيت 90، تتأكد أنا دايركشن للبول تبعتي. من هون جاي على البول. من البرشر انبوت على البول على البول. فهذا شو المفروض اعمل له؟ ميرور صح؟ حيكون زي هيك فايت من هون على البول، والطرف الثاني وين رايح؟ الطرف رايح على نفس البرد معه. هيك المفروض خلصنا السيركت، طبعا هي مش حتبين زي هاي تيبيكال لانه كل واحد له طريقه رسمه صح؟
بدك انت تمشي بقى. انا لو بس شوي معي بمشي بطلع معي زي هيك. اوكي خلينا نعمل رن السيركت نتاكد احنا المفروض شرحنا كل شيء. نعمل رن شوف السيركت شو بتسوي. طبعا لما يكون عندك ترسم على نفس اللاين بيعطيك هذا الكومبليت النوت ما بيهمك يعني طول بيشتغل. بحط اول دايركشن اكستند اكستند على البوزيشن الاول بيعمل اكستند للاولى بس تعمل فولي اكستند بيعمل اكستند للثانيه. مجرد ما شلت ايدي برجع ليش انا سبرينج ريتيرن صح؟ انا لا انا لازم اضلني كابسل انا هلا كابسل ايدي بالنص. مجرد ما شلت ايدي برجع سنتر بوزيشن ليه؟ لانه سبرينج ريتيرن. طب نحط على الاذر دايركشن ريتراكت الثانيه بس تعمل فولي ريتراكت بعمل ريتراكت الاولى. ليش؟ ليش؟ انا بحكي ليش؟ هلا مبدئيا نحن حكينا الفلوينسر بيساعدني اني اتخيل ايش اللي بصير. اكستند هلا بحكي لكم ليش؟ اكستند ريتراكت ريتراكت. خليكم اشرح لكم على هاي الرسمه ايش اللي بصير. اول سلندر كثير اسرع من الثاني. لا مثل ما بصير سامسونج. هلا مش اسرع انت بلاش تحكم اسرع انه مش التنتين عم تحرك مع بعض، انت الحركه الاول عم تفل اكستند بعدين الحركه الثانيه. هذا الهارد اللي سويتيه كانت تطلع اسرع، الثانيه ابطا. طب انا بدي اشيل اول شيء سبرينج تايم مشان ما يضلش عندي يرجع، ضلني كابسه انا ها. اوكي؟ ران. اكستند. هي ابطا. اه مبينه هاي، اوكي. مشاكل بتكون احيانا في البرشر. بنرجع هاي اسرع. بس خلينا نحن هلا حاليا بغض النظر عن السبيد خلينا نفهم السيركت كيف اشتغلت. اوكي؟ حاول افهم السيركت كيف اشتغلت. انا ببلش. لما انا بحط هاي البام شغلتها ببلش البرشر يضخ. هلا انا هون بهذا البوزيشن مسكر عليه صح؟ عامل بلوك على الزيت. والبام شغال. البام انا ما وقفت مشيت البرشر. انا عم بضلني البام عم تعطي زيت زيت زيت. هلا تخيلوا انتم معكم بالون وبلشتوا تنفخوا فيه. بتنفخوا بتنفخوا شو بصير بالبالون؟ بفقع ليه؟ لانك انت كل مره بتزيد البرشر الاير تبعك اللي جوا البالون والبالون له خطه تحول معين. عشان هيك انت بتضل تنفخ تنفخ كانك بتعمل بيلد اب برشر، اخر شيء بيلد اب البرشر اللي انت عملته ابض اللي بتحمل البالون بفقع. طب هون البالون ليش ما بفقع؟ انا مسكر عليه. التانك ما التانك ما في شيء موصول، لاحظ البام شو هون؟ ايوه عشان هيك هذا كثير مهم البرشر ينفض. هذا كثير كوبونس مهمه. هلا شو اللي بصير عندك؟ البام عم بتضخ. البرشر بهذا اللاين صار يزيد. هذا الفالف مهمته يستشعر. اسمه برشر فالف. بس يزيد البرشر حد معين انا بكون عم يدو ستنج. 1000 بي اس اي، 1500 بي اس اي، وات ايفر. مجرد ما استشعر هاي البرشر شو بيعمل لك؟ بيفتح بمرق لك كل الزيت على التانك، فبصفي بهذا البوزيشن كيف مش الزيت؟ الزيت بمشي هيك. من تانك بام لتانك. فالسيركت عندك سيفتي، لا شيء انفجر، لا الفالف انفجر ولا شيء. وهذا كثير مهم عندنا في اللاب بنركز بنشتغل على الهايدروليك، أول شيء بدك تحطه على الطاولة برشر الفالف، برشر الفالف. طبعا مش هذا الشيء لما تشتغل بس كثير مهم، لأنه بتطيره لو هذا مش موجود حيضل هذا برشر برشر زي فكرة البالون اخر شيء هذا بده يفقع. بام شغالة بتضخ زيت شو بده يصير؟ برشر لحد ما يصير البرشر ابض بتحمل الضغط وتفقع صح؟ هذا حلو انه الهيدروليك ليش بحسه انه ممتع؟ انت مش زي الكهرباء بدك تتخيل شيء مش موجود يعني انت بتتخيل الكلام كيف بيمشي اخر شيء انت مش شايفه. هون الحلو فيه في الهيدروليك انت بتشوف يعني انت بتقدر تشوف اصلا بتحط هذا البرشر قديش بتشوف انه البرشر بيطلع 100 200 500 1000 لحد ما يزيد عن اللي بيتحمله كوبونس وبيفقع. اوكي؟ طيب عرفنا بس انت بوزيشن شو بصير؟ هذا البوزيشن هذا البوزيشن شو بقول لي؟ بقول لي انه برشر هير والتانك هون صح؟ لما احط انا هذا البوزيشن. طيب هاي الزيت ماشي الزيت ماشي الزيت ماشي فات هون زيت والزيت ماشي اجى هون صح؟ في مكان ثاني هذا الاويل انا ماشي انا انت بدك انت حالك ماشي مع الاويل قدامه تو دايركشن فالف مسكر
والدامو باث سيم. هاي احد الاشياء المعروفه عن الهيدرو ليك. لما انت قدامك طريقين، طريق سياره ماشي، طريق معبى حجار مكسر وطريق معبى، وين تمشي؟ اذا انت انسان طبيعي طبعا بالمزفته صح؟ والاول هيك. اذا انت عندك تو باث، واحد فيه هاي ريزيستر واحد فيه لو ريزيستر، الزيت كله بروح باللو ريزيستر لان الفلو العلاقه بالايش؟ بالدلتا بي اللي هي الدروب في البريشر او الريزيستر. فانا وات ايفر عندك تو باث، واحد فيه لو ريزيستر واحد فيه هاي ريزيستر، كل الزيت بروح باللو ريزيستر. فنو اسهل بروح يسار هذا الغاز المسكر ولا بروح يمشي السلندر؟ بروح يمشي السلندر لانه هي فري بموفينج. طبعا لازم الزيت يطلع من هون لانه طول ما هو في شي باب لازم نحكي بغير هذا، لازم يكون عندي كلوز سيركت. والكلوز سيركت هون اوضح من النيوماتيك، لان النيوماتيك انت بتاخذ من هواء بترجع الهواء، فمش مبين عندك الكلوز سيركت، هون واضحه جدا. بيطلع بام وبرجع تاك. اوكي؟ طيب الزيت لازم يطلع مشان يصير في حركه. الزيت بيطلع بيجي قدام باثين من هون من هون. تشيك اسمح له لانه بدفع طاقه بمر لو ريزيستر، فكل زيت بمر من هون اللي طالع بمر من هون من هون من هون من هون من هون. شو بتعمل السلندر؟ اكستند صح؟ عملت السلندر كلها اكستند؟ عملت اكستند، مشت 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 لحد ما صارت فول اكستند. فول اكستند يعني صارت السلندر كلها طالعه برا هيك. سكرت، ما في مجال الرد يطلع اكثر من هيك. شو بصير هون؟ بيلد اب بريشر. مش اي كلوز سيستم انت بتضخ عليه زيت بده يطلع لي بريشر؟ صار بيلد اب بريشر. مين بتحسه؟ ايوه ربح الخرابيش. مجرد ما صار في هون بيلد اب بريشر شو بيفتح؟ هذا الفالف، لانه هذا مين بيستشعره؟ هذا الفالف بيستشعر ايش؟ البريشر اللي هون. مجرد ما هذا صار كلوز سيستم مجرد ما هذا عامل فول اكستنت كلوز سيستم عندي، ما في مجال تطلع السلندر رد اكثر من هيك، بيلت اب برشر. هذا الفالف حس انه في بيلت اب برشر، قال لازم افتح له. فتح، صار الزيت اللي كان جاي من اول رايح هون ورايح هون، هذا بالضبط صار هاي تركه. وين راح كله؟ عشان هيك السلندر بقول عملت فول اكستنت. بس خلصت الفول اكستنت عملت الثاني فول اكستند. ليه؟ لانه صار عندك لوس سيستم، صار بيلت اب برشر، فتح الفالف الثاني، اعطى الاويلر السلندر الثاني. صح؟ يعني هذا الحلو انت يعني يعني سنس يعني مش بحاجه اصلا تفكر انت يعني مبين يعني انت امشي حالك بنفس الباب حتى نفس التصرف. الزيت بده يطلع على التانك فول اكستند بعدين الثاني فول اكستند. اي سؤال؟ فاهمين؟ ولا رجعيت؟ معك معك، عشان هيك لازم تشتغل على الاوتوميشن ستوديو. ولازم تشتغل في اللاب، لما يصير انت تشتغل اوتوميشن ستوديو وتشتغل في اللاب حتصير هاي بالنسبة لك مسلمات. سوري فلوت سنتر. اذا هاي